عبد الفتاح البلعمشي، هل كان مجلس الأمن بالصرامة المطلوبة إزاء الجزائر فيما يتصل بتحمل مسؤوليتها كطرف أساسي وأيضا مسؤولياتها إزاء القانون الدولي الإنساني فيما يتصل بإحصاء الساكنة من المحتجزين هناك لديها؟ هناك تكرار لهذه المسألة في قرارات المجلس الأمن، رغم أنه يمكن ملاحظة أن هناك فهم متجدد لقضية الصحراء لدى الفاعلين داخل هيئة الأمم المتحدة. حينما نتحدث عن الإحصاء، حينما نتحدث عن النفوذ ومن يمارسه فوق التراب الذي تحتله البوليزاريو ضمن الأراضي الجزائرية إن صح التعبير، من له الولاية الإدارية والقانونية والأمنية في هذه المنطقة المتوترة؟ حينما نتحدث عن مجموعة من المعطيات القانونية والسياسية يمكن أن نطرح السؤال: البوليزاريو أين يوجد ومن هم؟ حينما في التعامل الدولي لا يمكن أن نتعامل عن تسوية نزاع إقليمي بهذا الحجم ونحن لم نحدد المخاطبين بهذا، يعني من حيث عددهم، من حيث مصادر تمويلهم، من حيث يعني الأعمال التي يقومون بها في المنطقة. إذن نحن أمام وضع ملتبس، على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق التنقل وحقوق الناس في الحياة الكريمة وحقوق المحتجزين فيما يخص مثلا العمل وإبداء الرأي إلى آخره من المعطيات التي هي متعارف عليها ومن المعايير التي هي متعارف عليها دوليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. اليوم كذلك ملاحظة أساسية في القرار الجديد لمجلس الأمن، وهو الموقف الفرنسي الذي بقي ثابتا في الاصطفاف نحو الشرعية الدولية، وثابتا كذلك بعدم الانجرار وراء الأطروحة النقيد لأطروحتنا الوطنية في حل هذا النزاع، على اعتبار التحركات الدبلوماسية الأخيرة في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، بين الجزائر وفرنسا، بمعنى أن المجهود الذي أقيم على مستوى فرنسا ولم يؤتي أكله على الأقل فيما يخص الموقف الفرنسي من هذا النزاع. وبالتالي كما أشرت في البداية وكما أشار السيد طوسة، المغرب هو في موقع مريح فيما يخص قضيته الوطنية وهو يحقق مكاسب تلو الأخرى. أعتقد بأن القادم من الأيام كذلك يمكن أن يأتي بقرارات أكثر أهمية فيما يخص تسوية هذا النزاع وفيما يخص دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في تسوية هذا النزاع.